السلام عليكم متتبعين قناة رينكو ماروك. هذا الفيديو هو ريفيو شامل للدراجة الرينكو الار اف اللي جات على هذا الشكل، هذا اغريسيف ونفس الوقت جات سبور، كتعبر على واحد الشراسة مع واحد الابتسامة في الفودو جوغ ديالها. نبداو بليجونت اللي جاوا بالحجم 17 الومنيوم سي ان سي وفيهم 16 برونش. لي ديسك افون اي اريير الحجم ديالهم كبير. الماستر دو فران افون اي اريير جاو سي ان سي وجاو متناسقين مع الشكل ديال الموتور. الكابل ديال الزيت فليكسيبل والجوده ديالو عاليه، الشكل ديالو جا مشبك على هذا الشكل. هذا لي بنو تي بلس وفيهم كيف العاده الطبعه ديال الريمكو. الريفليكتور سيركولير الشكل ديالهم دائري. المونتيسور الامامي جا هيدروليك. الكاردبو وكذلك الكارنج باكمله مصنوع من ماتيير بلاستيك من نوع ابي اس اللي كيخليه يكون صحيح ويتحمل قوه الصدمه. في هذا الفيديو غادي تشوفوا التجربه ديالو. وهنا شركة الرينكو كتعطي أهمية لجميع مكونات الدراجة ديالها بما فيهم الماكينة الكادر كنوات لي جونت إلى آخره، وبطبيعة الحال الكاريناج. وهنا غادي ننتقلوا لتجربة من نوع آخر. اللي غادي تخلي جودة الكاريناج تكلم عن نفسها. نشوفو الديكوراسيون افون. هاد لي زيليمون ايروديناميك جاو مبروزين على الكاريناج والدور ديالهم هو كسر الرياح. في الدوفو ديال الموتور كاينين ثلاثة ديال لي زونطري دار اللي تا هما الدور ديالهم كيساعدو على التفريقة ديال الرياح. بلوك سينيال اللي فيه الفودوجور على شكل شوفة غضبانة بمعنى اغريسيف. لي سينيال فول اللي ديبون اللي جاو على شكل حجبان اللي كيزيدوا يأكدوا الطابع العنيف والشرس ديال الموتور. الفودوجور ليد بوند جا على شكل في، فيه الكود لتحت وفيه الفار الفوق. وبالنسبه للاضاءه ديالو ما فيهش بوله، كاين فيه مجموعه دي ديود اللي كيعطيو اضاءه قويه اثناء الطريق. الباربريز ايروديناميك الحجم ديالو متوسط ومخصص لهاد الدراجة، جميت مع الكاش بارابول. هاد الإكخونتي جاو إنوكس. لوفي دو فران كيجيو سي إن سي. لي زامبو دو بواني سي إن سي وكيعطيو واحد اللمسة للموتور. ريبوز بي سي إن سي جاو بليابل
وكاع هاد لي زيليمون جاو متناسقين مع بعضياتهم وكيخلقوا واحد الانسجام في الجماليه ديال الموتور. مرايات جاو فليكسيبل وكبار كيعطيو رؤيه واضحه. بالنسبه للكونتور جاني ميريك ال سي دي، في اليسار ديالو فيه الاشارات ديال فيوز كود وديال الفار. بالنسبه لليمين ديالو كنلقاو رابور دو فيتاس من بوامور حتى الكاتريان. في الوسط كنلقاو الرونفلاج ديال الموتور والفيتاس كيلومتريك، وكذلك كنلقاو الاوتو اللي هو المسافه اللي قطعتها الدراجه، وفي الاخير كنلقاو الريزرفوار ديال ليسونس. بالنسبه للفوق كنلقاو الاشارات ديال لي سينيال، هنايا البوطون ديال كود فار، الوسط كاين الكلاكسون، هنايا السينيال اغوش وادروات، وفي الاخير كاين ستارتر. في اليمين كاين البوطون ديال كات سينيال، هاد البوطون ديال فيوز كود، هادي بوطون دو ديماراج، هنايا كاين الكونتاك. البورت باجاج سونترال جا متسع على هاد الشكل هذا، وهنايا كنلقاو الامضاء ديال الرينكو اللي على شكل بلاك اوبتيك. هنايا البورت تيليفون اللي بغى يشارجي التليفون ديالو كيبقى في هاد البلاصه محمي. اما بالنسبه للسرج كيجيب ثلاثه انواع ديال الجلد اللي كيعطي واحد الجماليه للدراجه، وفي الداخل ديالو كاين واحد لاموس تكنيك اللي كيخليه كونفورتابل، والميزه الكبيره اللي فيه هي ميموار دو فورم. نجيو للمالا، في الوسط ديالها كاين الباتري بالكاش ديالو، وفوق منهم كاين هاد لاطخوس ديال السوارت اللي كيجيو مع الموتور. هنايا البور يو اس بي اللي جا محمي. اما بالنسبه لهذا الكابل فهو ريزيرفاسيو ديال سيستيم دالارم اللي غادي يخليك تفادى تبقى تقطع في الخيوطه. هنايا كيجي الريزيرفوار، وهذا اللي حداه لاجوج ديال ليسانس. نجيو لاهم شيء في الدراجه الناريه اللي هي الماكينه. هاد الموتور كيتوفر على محرك ذات جوده عاليه من فئه ا، حيت كيمتاز بدوبل امبرياج اللي كيعطيك واحد السلاسه في تغيير مستويات السرعه بلا ما تحس باي اهتزاز، مع المزيد من الدفع المستمر اثناء السياقه. بوتشابمون الشاقمة بالنسبة لهذا الجهاز هذا فهو ديال الحفاظ على البيئة، وبالنسبة للالين ديالها فهو كيجي اينوكس وغروند ديامتر. اللور ديالها كيجي بالفينيسيون كاربون، وفيها هاد السيلونس اللور. هنايا كيجي المانيفيت ديماراج، كاين لوفيت فيتاس. لتحت ديال الموتور كاين بيكي ديال الجنب وكاين بيكي سونترال. المونتيسور اريا ريغلابل على حساب البلايص والقسوحيه. بالنسبه للتكايه ديال اللور اللي جات على شكل تخطيط وفول ليد، والفينيسيو ديالها كربون. وبالنسبه لليل كتكون الاضاءه ديالها على هذا الشكل هذا. وملي كتورك على الفران كيشعل بهذا الشكل هذا واضح. هنايا كيجي البورت باجاج اريا فو اريا، جا على شكل ليد بوند، وبالليل كتكون الاضاءه ديالو على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للسينيال حتى هما جاو على شكل ليد بوند، وبالنسبه للاضاءه ديالهم بالليل كيكونوا واضحين على هذا الشكل هذا. في الاخر ديال الموتور كاين سوبور دو بلاك، وهذا هو الضو ديالها. هنايا كيجي الريفليكتور ديال اللور كيجي على هذا الشكل مستطيل. وهنا غادي تكون النهايه ديال هذا الريفيو، كنتمنوا يكون وصلكم الشرح المدقق ديال دراجه الريمكو الار ايفو. فانتظرونا في ريفيو اخر مع دراجه اخرى.